وكان وزير أوقاف في أول حكومة بعد الاستقلال، وهو العلامة محمد المختار السوسي رحمه الله، يعرفه الكثير من المغاربة. كان متبحر وكان متفنن، وكان بحر لا تكدره الدلاء كما يقال، وكان مشارك في جميع العلوم، سواء علوم الشريعة المباركة أو علوم اللغة أو علوم الآلة. وكان مناضل ومجاهد من الناس اللي ساهموا في تحرير المغرب، ولله الحمد كان من كبار المجاهدين. ومن الأعمال ديالو سوس العالمة، عندك المعسول، هذا من الكتب الرائعة الذي لا يجب أن يتصدى لقراءته إلا الأفذاذ، ورحم الله من عرف قدر نفسه، وله مدارس إليغ، وله عدة كتب. الرجل أقيمت حوله ندوات كثيرة، من بينها الذاكرة المستعاذة محمد المختار السوسي.